السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المحاضرة الخامسة في مادة الاي تي، نتكلم عن السيستم يونت. هنتكلم عن البيزيك تايبس اوف سيستم يونت: السيستم بورد، المايكرو بروسيسور، الكمبيوتر ميموري، السلوتس اند كارتس، الباس لاين، الباس ويتس، اكسبنشن باسز، البورت، الديسكتوب، لابتوب، تابلت، موبايل ديفايسز. وهنعرف كمان how a computer can represent numbers and encode characters. Speed, capacity and flexibility determine the power of personal computers. Knowledge of a computer's power allows you to make good buying decisions and to determine if your current system will run new applications. هنا انت هتعرف السيستم يونت تمام بداخلها ايه. فطبعا الكومبوننتس دي هي اللي بتروح انت تشتريها لما تيجي تشتري كمبيوتر جديد، تمام. طيب انا عايز اعرف اشتري كمبيوتر ازاي. عندك في صفحه الكتاب في صفحه 354، ارجع للصفحه دي ماشي عشان تقدر تفهم اكتر الفانكشناليتي بتاعت البيزك كومبوننتس بتاعت السيستم يونت. يعني ايه سيستم يونت؟ لازم نعرف التعريف بتاع السيستم يونت ده كويس جدا، تمام. اللي هو container that houses most of the electronic components that makes up a computer system. احنا قلنا قبل كده من الاخر system unit معناها ايه؟ الكيسة. الكيسة دي معناها ايه؟ اللي فيها كل حاجة، تمام. قولي ده فيها مثلا port، قولي فيها دي الميموري، فيها كل حاجة، تمام. يبقى انا لازم اعرف التعريف ده كويس جدا جدا. طيب البيرسونال كمبيوتر احنا عارفين الفايف تايبس بتاعتهم، هما ديسكتوب، لابتوب، تابلت، سمارت فون، ويربل كمبيوترز. وبالطبيعي ان السيستم يونت في كل حاجة من دول هتختلف عن التاني، تمام. تعال نشوف السيستم يونت تايبس، تمام. عندي ايه؟ الديسكتوب بيبقى عارفين الكمبيوتر بتاعنا اللي هو في البيت دوت، بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه التاور يونت، احنا بنسميها تاور يونت او الاول ان وان، اللي هي سيبريت كيس، وسيبريت كيس ديت فيها كل حاجة، تمام. دي اللي احنا بنسميها الكيس. طب اللابتوب حاجه بتبقى طبعا بورتبل وموتش سمولر، فطبعا شكل السيستم يونت هتبقى ايه؟ مختلفه، تمام. اللي هي 2 ان 1 لابتوب الترا بوكس جيمنج بيبقى شكلها مختلف طبعا عن ايه؟ الديسكتوب. طيب التابلت اور تابلت كمبيوتر، تمام، فطبيعي ان برضو شكل السيستم يونت بيبقى ميني، تمام. طب سمارت فون ماشي، او الهاند هيلد كمبيوتر اللي هي الموبايلات ديت، طبعا يبقى عنده سما يعني برضه سيستم يونت، بس السيستم يونت صغير جدا ماشي، وبيدي لك الكابابيلتيز بتاعت السيلفون اللي هي ايه؟ ان انا هقدر اتكلم مع حد وحد يكلمني، تمام، غير اللي موجوده مثلا في اللابتوب او الديسكتوب. طب الويربلز، تمام، الويربلز اللي هي الحاجات اللي هي ممكن نلبسها زي ايه؟ السمارت ووتش كده، طبعا ده فيها امبيدد كمبيوترز. السيستم بورد هي هياها المذر بورد، هي هياها المين بورد. المفهوم ده لازم تعرفوه كويس جدا. يعني انا ممكن مثلا يبقى في سؤال كده: السيستم بورد هل هو المين بورد؟ هل هو المذر بورد؟ او اديني اسم تاني للسيستم بورد. لازم تبقى عارف ان هو في مين بورد وفي مذر بورد، تمام. يبقى سيستم بورد اور مين بورد اور مذر بورد كنترولز كوميونيكيشن فور ذا انتاير كمبيوتر سيستم. المذر بورد من اسمها كده مذر، انت هتعرف ان هي دي الحاجة الاساسية، البورد الاساسية اللي هي بيبقى فيها connected كل المكونات بتاعت، اوكي. يبقى all components and devices connect to the system board، كل الكومبوننت ماشي هي متصلة بالسيستم بورد، تمام. طيب database and traffic monitor allows various components to communicate efficiently with one other. يبقى هي بتعمل ايه كمان؟ ده هي بتخلي الكومبوننتس دي يقدر يعملوا كوميونيكيشن ما بينهم وبين بعض. السوكتس اند شيبس،
السوكت اللي هو ايه؟ The system board contains a variety of electronic components اللي هو السوكت والشيبس. السوكت the connection point for chips زي ما انتوا شايفين في الصورة كده، تمام؟ هو ايه؟ علشان اربط ما بين شيب وشيب connection ما بينهم عن طريق سوكت. طب ايه الشيب اصلا؟ تاني circuit board attached onto squares of a silicon also called silicon chip semiconductor or integrated circuit mounted on chip carrier. يبقى انا لازم اعرف بس ان الشيب ده تمام ممكن يبقى اسمه سيليكون شيب، ممكن يبقى اسمه سيمي كوندكتور، يمكن انتجريتد سيركت. يبقى هي الشيب دي عباره عن ايه؟ برضو دايره كهربائيه، تمام؟ سيركت سلوتس اند باس لاين. اديشنال سيستم بورد كومبوننتس فيها السلوت والباس لاين. سلوت بروفايد ا كونكشن بوينت فور سبيشاليزد كاردز اور سيركت بورد بروفايد expansion capabilities for the computer. The bus line connecting lines that provides pathway to support communication among electronic components. يبقى انا لازم بس اعرف هي وظيفة كل واحد فيهم ايه، تمام؟ عندي السلوتس دي هو الكونكشن بوينت، تمام، ما بين الكاردس او السيركت بورد. يبقى هو السلوتس دي عبارة عن ايه؟ كونكشن بوينت، تمام. Provide expansion capabilities for the computer. هو اللي بيمكن الكابابيلتيز بتاعت الكمبيوتر انها ايه؟ تدي الكفاءة بتاعتها. اوكي؟ طيب الباس لاين connecting lines that provide pathways to support communication among electronic components. يبقى انا عندي الالكترونيك كومبوننتس بتاعتي موجودة. طيب مين اللي هيربط ما بينهم؟ الباس لاين، تمام؟ فعشان كده هو ده provide the pathway، تمام؟ علشان الالكترونيك كومبوننتس دول تعمل communication بينهم ومن بعض هو محتاج ايه؟ الباس لاين ده. تعالوا نتكلم على المايكرو بروسيسور. احنا عارفين المايكرو بروسيسور دوت باسم تاني، ماشي، اللي هو سي بي يو، اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، تمام. ايه السي بي يو دوت؟ اللي هو فيه شيب، سنجل شيب. السنجل شيب ديت هي البرين اوف ذا كمبيوتر. يبقى انا مطلوب مني اعرف ان هو ايه المايكرو بروسيسور دوت. هو سنترال بروسيسنج يونت، تمام، هو البرين اوف كمبيوتر. حاجة مهمة ان الاختصارات زي Central Processing Unit مثلا CPU ديت مهمة جدا، يعني ممكن يجي سؤال مثلا في الامتحان ان هو CPU ده اختصار لايه، فانت هتكتب بيه Central Processing Unit، تمام كده. طيب الـ Two Basic Component of CPU دوت Control Unit و Arithmetic Logic Unit. الـ Control Unit ده بيبقى مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو يعمل الـ Program Instructions، تمام، يعني انا بأمر بأمر معين مثلا بروجرام فيبدأ ان هو ينفذ الكلام ده. وهو tell the computer system how to carry out a program's instruction. لكن arithmetic logic unit هو من اسمه arithmetic كده، يبقى انا هعرف ان هو دوت مسؤول عن ايه؟ اللي هو performers arithmetic and logical operations. arithmetic اللي هي الحاجات ايه؟ الماثيماتيكال يعني، تمام؟ اللي هي الاوبريشنز كلها اللي ليها علاقة بالرياضة والماس. طب المايكرو بروسيسور شيب دوت ايه مواصفاته يعني، تمام؟ لما اقول شيب او مايكرو بروسيسور شيب، ماشي، هو بيقول ان شيب كاباسيتيز ار اكسبريسد ان وورد سايز. طب هو قوته، تمام، او كفاءته بتتقاس بايه؟ ان هو بيقدر يعمل بروسيسنج لكام وورد، ماشي، في مثلا مايكرو سكند، في النانو سكند، في البايو سكند، في الفيمتو سكند. طبعا انتوا سمعتوا على الفيمتو سكند لان دي كان فيها الجائزه بتاعت نوبل لاحمد زويل، تمام. طيب الورد ديت اللي هي ايه؟ الورد اللي هي number of bits that can be processed at one time. طيب يعني ايه بت برضو، تمام؟ البت دي معناها ان هو يعني رقم واحد، يعني اقول مثلا 1 bit يعني bit ماشي بتساوي 1 يعني رقم واحد بس، تمام. طب 16 bit يبقى 16 رقم جنب بعض، 32 bit يبقى 32 ايه bit جنب بعض. انا بحاول بس اوصل لكم ايه الفكرة بطريقة اسهل، تمام، بس هو دوت معناها، ماشي. يعني لما بقول مثلا 1 يبقى ده بت واحده، لما اكون مثلا بقول 00 يبقى 2 بيتس، تمام. لو اقول 01 دو 2 بيتس، تمام. طبعا مثلا اللي هي خدت معايا ساينس اند تكنولوجي هتبقى فاهمه الكلام دوت، لان احنا خدنا البيت والبايت والكلام ده. طب الكلوك سبيد، تمام، كلوك سبيد اهو من اسمها كده، يبقى انا بتكلم على التايمز، تمام، اللي هو السرعه، ماشي، اللي هو processing speed or the number of times the CPU fetches and processes data or instructions in a second. يعني كم عدد المرات، ماشي، السي بي يو تقدر انها تعمل بروسيسنج للداتا، ماشي، في الثانية. طب هو الوقت، ماشي، مبيبقاش بالثانية طبعا لان الكمبيوتر ده بيبقى سريع، ماشي. فعندي حاجة اسمها مايكرو سكند اللي هي millions of a second،
نانو سكند هي بليونز اوف سكند، بايو سكند اللي هي تريليونز اوف سكند، وفيمتو سكند اللي هي بقى اقل وحده خالص اللي هي ايه كوادريونز اوف سكند. طب مالتي كور شيبس، مالتي كور بروسيسورز، تمام. لازم اعرف ماشي المفهوم ده، يعني مالتي كور دوت بمعناه كده مالتي ان هو مش واحد بس، لا ده اتنين او اكتر، يبقى تو اور مور سيبريت اند انديبندنت سي بي يو. يبقى انا عندي مش سي بي واحد بس، تمام، في السيستم يونت بتاعتي انا عندي اكتر، ماشي، يعني اتنين او اكتر من سي بي يو. طيب ليه؟ طبعا لما انا بزود يبقى انا كده عندي البروسيسنج هيبقى اسرع، ده طبيعي. طيب في كمان مفهوم تاني اللي هو البارالل بروسيسنج. يعني ايه بارالل؟ بارالل انا عارف ان هو معناه متوازي، تمام. يبقى انا ممكن اعمل تاسكس في نفس الوقت، يبقى computer's ability to divide tasks into parts that can be distributed across each core، تمام. يبقى انا كده ممكن انا اقسم التاسكس عندي، ماشي، مش انها يعني تتعامل في ايه في نفس التوقيت، تمام، ولكن بقسم مثلا الكور دوت اللي هو السي بي يو، يعني ماشي ان انا السي بي يو دوت بقسمه مثلا 2 كورز 4 كور كده اهو، فاقول مثلا التاسك دوت تمام هيتعمل في انهي كور. فكده يبقى انا ممكن اعمل بارالل بروسيسنج ان هو في 2 تاسكس بيشتغلوا في نفس التوقيت، تمام. طبعا هو عامل لك يعني انواع من البروسيسورز وبيقول لك المانيفاكتشر بتاعتهم ايه، يعني مثلا اتوم انتل، تمام. احنا تقريبا معظمنا عارفين شركه انتل وعارفه انها يعني بنستخدم البروسيسور بتاعتهم، نسمع دايما على اي 7، اوكي. فدي ايه البروسيسور والمانيفاكتشر. طب سبيشاليتي بروسيسور، سبيشاليتي يبقى حاجه سبيسيفيك، تمام. يبقى هو بروسيسور معمول لايه اوبريشنز معينه، يبقى كو بروسيسور ديزاين تو امبروف سبيسيفيك كمبيوتر اوبريشنز. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي جرافيكس، الجرافيكس ديت حاجه سبيشال، تمام. يبقى انا بعمل بروسيسور مختص بالشغل اللي انا هشتغل ان هو يكون جرافيكس. انا مثلا ايه هعمل 3 دي ايمج، ماشي، ممكن يكون بقى انكريبتد داتا، ستاندرد فيتشرز ان جيمنج كمبيوترز. عاده احنا يعني بيستخدم كوبروسيسور دوت السبيشاليز كوبروسيسور في قصه الجرافيكس، عشان طبعا انا اعمل مثلا جرافيكس لعبه مثلا جيمنج عاليه، تمام، يبقى انا محتاجه بروسيسور بمواصفات معينه، فهو ده المقصود. طب الميموري، تمام، انا لازم اعرف مكونات الميموري، يعني لازم اقول ان الميموري ديت عندي جواها ايه، رام وروم، ماشي، وفلاش ميموري، تمام. يبقى انا لما اقول لك 3 well known types of memory chips are، فانت تقول لي رام اللي هو random access memory، وروم read only memory، وتقول لي الفلاش ميموري، تمام. طب ايه الميموري اصلا؟ تمام، احنا عارفين الميموري يعني ذاكره، يبقى هي بتعمل ايه، holding area for data instructions and information. يبقى هي data instructions and information contained on chips connected to the system board. الميموري دي بتبقى عباره عن ايه، متصله بالشيب على السيستم بورد. زي ما احنا قلنا هما تلات انواع، تعالوا نشوف ايه بقى التلات انواع. لازم برضو اعرف ان الرام اختصارها random access memory، لازم اعرف ان الروم read only memory، يعني لازم اعرف اختصار، تمام، كل الاختصارات دي، لان ده ممكن يبقى سؤال في الامتحان ان انا اجيب لك الكلام مثلا زي رام واقول لك دي stands for ايه، فانت تقول لي random access memory، تمام. طيب الراندم اكسس ميموري دوت شيب هولد بروجرامز اند داتا ذات سي بي يو از بريزنتلي بروسيسنج. يبقى الرام ديت هي شايله الحاجه اللي هي بتتعرض دلوقتي حاليا، ماشي، على السي بي يو، ماشي، سواء داتا سواء بروجرامز، تمام. فديت ايه، فولوتايل اور تمبوراري. يعني ايه فولوتايل؟ هي بتتطاير. يعني ايه بتتطاير؟ يعني مش ثابته، تمام. فاكرين اول محاضره لما قلت لكم لما تيجوا تعملوا حاجه على الوورد لازم تحفظوها؟ طب ليه بنحفظها ونعمل سيف اس؟ عشان تسيب على السكند ستورج. ليه؟ لان هي طول ما هي على الرام، تمام، هي مش محفوظه. اول ما يتقفل الكمبيوتر يحصل باور اوف للكمبيوتر، تمام، الحاجه دي كلها هتطير لو انت مش مسيبها على سكند ستورج، تمام. يبقى هو تمبوري معناها فولوتايل، هي كونتينرز ار لوست وين كمبيوتر از باورد اوف. طب الكاش ميموري، ماشي، temporary برضو، اوكي، يعني خلاص هي جزء من ال random access memory. High speed holding area between the memory and the CPU. يبقى كاش ميموري، تمام، هي زي وسيط ما بين الميموري والسي بي يو. طب انا ممكن ان انا ازود الرامات عندي، ده يقول لك ايه، طب انا ممكن تزود الرامات بقى علشان ايه يبقى اسرع.
تمام. يبقى additional RAM can be added using an expansion module called a dual inline memory module. تمام. طب الرام ماشي، في جزء منها مهم، حاجة اسمها virtual memory. تمام. طب ايه virtual memory ديت؟ dividing a program between memory and storage enabling the system to run very large programs. دلوقتي هو بيحصل مثلا البرنامج دوت تقيل قوي، تمام، فنبدأ نعمل حاجة اسمها virtual memory. اللي بتعمله virtual memory ديت بتخلي البرنامج التقيل دوت ما يران بس مش على الميموري بس، لا، يبدأ جوه ياخد جزء من السكندري ستورج ديت ويران عليها كمان. ليه؟ عشان يسرع العملية ويقدر اللارج بروجرام دوت يران، لان لو هو ما عملش كده هو اصلا ممكن الجهاز ما يستحملش ان انت تعمل عليه راننج لللارج ايه بروجرامز. تمام. مفهوم الفيرشوال ميموري ده مهم جدا. تمام. يعني ممكن اجي اقول لك ديفاين فيرشوال ميموري، ممكن اجيب لك الجمله واقول لك دوت يعني دوت ايه، تمام، وانت اوصفه بكلمه. تمام. الفيرشوال ميموري هو dividing a program between memory and storage enabling the system to run very large programs. memory is expressed in bytes. تمام. اقول ايه ان هي مثلا ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت. تمام كده. طيب ال read only memory information stored by the manufacturer non volatile and cannot be changed. ال read only memory، تمام، عكس الايه random access memory. اوكي. ان هي non volatile، ماشي، يعني مش بتطير زي الايه ال random access memory. الانفورميشن بتاعتها ايه؟ الانفورميشن اللي هي بيحطها المانيفاكتشر صانع الجهاز نفسه مثلا، اوكي، على عليها. تمام. وبذلك ان هي ما بتتغيرش، دي حاجه ثابته. اوكي. سي بي يو كان ريد اور ريتريف داتا اند بروجرامز ان روم بس ذا كمبيوتر كان نوت تشينج روم. ممكن انا استخدم ماشي الروم ان انا ارجع بيانات، تمام، ارجع بروجرامز، لكن هو في الاخر الروم دي ثابته وما بتتغيرش. كونتين سبيشال انستراكشنز، بيبقى فيها ايه؟ الستارتنج الكمبيوتر، اكسس الميموري، هاندل كيبورد انبوت. بيبقى فيها الحاجات الثابته اللي انا بستخدمها للكمبيوتر واللي هي ما بتتغيرش، زي ان انا اعمل ستارتنج للكمبيوتر. تمام. طيب ايه الفلاش ميموري دي؟ الفلاش ميموري ديت هي بتجمع ما بين تو فيتشرز اللي هو الرام والروم. تمام. اللي هو ايه؟ ان الرام دوت كان بي ابديتد، يبقى الفلاش ميموري كان بي ابديتد، والروم اللي هي نوت فولاتايل، يبقى الفلاش ميموري ايه؟ نوت فولاتايل، يبقى ثابت. تمام. طب دي فيها ايه؟ دي فيها الستارت اب انفورميشن زي البايوس اللي هي بيزك انبوت والاوتبوت سيستم، اماونت اوف رام، جزء من الرام، تايب اوف كيبورد، ماوس، اند سكندري ستورج ديفايسز كونكتد. تمام. طيب في روم شيفس ممكن انا ابدلها بالفلاش ميموري، ودي حاجه ايه اللي تعتبر يعني مختلفه او جديده. احنا عارفين طبعا الرام والروم ممكن من قبل كده نكون احنا يعني اتكلمنا عنهم قبل كده في الشابتر الاولي. تعالوا نتكلم على expansion slots and cards. تمام. انا بيحصل عندي ان انا عندي جهاز وعايزه ازود الكابابيلتي بتاعته. تمام. ده هو نسمع عن ايه؟ كارت الجرافيكس، نسمع على كارت النتورك. تمام. طيب الجرافيك كاردز فور هاي كواليتي 3D جرافيكس، ممكن ازود الجرافيك كارد. Network interface card connects devices to a network via cables. تمام. ده برضو مهم جدا نعرف ان ال NIC هي network interface card. تمام. طب هو بيعمل ايه؟ من اسمه هو كده network interface card، يبقى بيعمل ايه؟ connect devices to network. تمام. يبقى هو اللي بي connect، تمام، بيوصل ال devices للايه؟ للشبكة، ال network. ده مهم جدا ان انا اعرف ايه هو ال network interface card. طب ال wireless network card connect devices to networks without cables. تمام. والفرق بين اللي هو ال network interface card ده via cables، وال wireless network card اللي هو ايه؟ without cables. وال SD cards اللي هي expansion cards for mobile devices. طبعا احنا عارفين ال SD card ده في الموبايل بتاعنا. طب ال pass lines او ال pass connect parts of the CPU to each other and various other components on the system port. يبقى اللي بيربط ما بين السيستم بورد، تمام، الكومبوننتس بتاعت السيستم بورد، تمام، والكومبوننتس بتاعت السي بي يو، تمام، دوت الباس لاينز او الباس. يبقى هو احنا بنعرفه ان هو ايه؟ باس واي،
four bits representing data and instructions. تمام. طيب ال passwords number of bits that can travel simultaneously down a bus. كم بيت ممكن ان هي في نفس التوقيت تتم يعني تتحرك ماشي. How that passwords architecture and design are tied to the speed and power for the computer. عندنا two basic categories of buses اللي هما system bus والexpansion bus. السيستم باس دوت اللي هو ايه اللي هو كونكت السي بي يو تو ميموري وهو بيوصل ما بين السي بي يو وبين الميموري. الاكسبانشن باس بيوصل ما بين السي بي يو والكومبوننتس التانية. يبقى انا دلوقتي كده عندي ماشي اول حاجه عايز اعرف يعني ايه باس. باس اللي هو ايه اللي هو بيكونكت بارتس اوف سي بي يو تو ايتش اذر اند فاريوس اذر كومبوننتس. يبقى هو بيربط السي بي يو بالميموري او بيربط السي بي يو بالاذر كومبوننتس. تمام. طيب باس يعني ايه برضو؟ Pathway for bits representing data and instructions. تمام. طيب عندي two basic categories of buses اللي هما system bus والexpansion bus. يبقى هو ده اللي انا عايز اعرفه. تعالوا نتكلم على الexpansion bus. الexpansion bus ديت ديها ايه؟ principal types انواع. تمام. universal serial bus ده بيعمل ايه؟ بيعمل connect بيوصل ما بين ال USB devices الخارجية وال USB bus اللي هو ايه في الجهاز. طيب الفاير واير اللي هو primarily used to connect audio and video equipment بيوصل الاوديو والفيديو equipment يعني سماعة مثلا ميكروفون الكلام دوت ماشي to the system port. طيب ال PCI express اللي هو single ticket pass for each connected device اللي هو لما انت بتيجي توصل الحاجة لازم تتعرف على الحاجات المتوصلة. تمام. يبقى هو ده اللي بيعمل ديتيكيشن يعني بيعرف او بيعرف يعني الايه الكونكتد ديفايسز للجهاز ده ايه. طيب البورت زي ما هو شايفين في الصوره كده هو المكان اللي انا بحط فيه مثلا يو اس بي بحط فيه الايثرنت بورت ايا كان الحاجه اللي انا بحطها. تمام. المكان اللي انا بحط فيه الحاجه دي كيبل دوت اسمها بورت. يبقى سوكت فور كونكتنج اكسترنال ديفايسز تو ذا سيستم يونت. زي ايه مثلا؟ زي ما انا بوصل يو اس بي زي ما انا بوصل مثلا موبايل. تمام. برضو عن طريق اليو اس بي مثلا باللابتوب ماشي. زي ما بوصل مثلا السماعات. تمام. كل دوت ليها بورت ماشي مكان بقدر اوصل فيه. بورت كونكت دايركتلي تو ذا سيستم بورت تو كاردز انسرتد انتو سلوتس اون ذا سيستم بورت. عندي تو تايبس اوف يعني للبورت حاجه اسمها ستاندرد وحاجه اسمها سبيشالايزد. الستاندرد بورت دي الحاجات اللي هي احنا عارفينها مثلا اللي هي زي اليو اس بي. تمام. انا ممكن اوصل بيه يو اس بي دوت كيبورد ممكن اوصل بيه ماوس ممكن اوصل بيه برينتر. تمام. ممكن ستورج ديفايسز مثلا زي اللي هي فلاشه يعني الايثرنت. تمام. الايثرنت ديت طبعا اللي هي النتورك يعني. تمام. في برضه الهاي ديفينيشن مالتي ميديا انترفيس اللي هو ايه ان انا هوصل حاجه ريتد بفيديو اوديو. تمام. ستاندرد بولت اوكي اللي هو بروفايدز هاي سبيد كونكشن. تمام. ده مش مطلوب مننا ان احنا نعرف قوي يعني الحاجه دي بالتفصيل يعني مش مطلوب مننا ان انا اعرف الستاندرد بورت بالتفصيل. تمام. ولكن انا عرفت ان ستاندرد بورت زي اليو اس بي. طب السبيشالايزد بورت يبقى هي من اسمها سبيشالايزد يبقى حاجه مخصوصه. تمام. بعملها زي ايه؟ اكسترنال سيريال ادفانسد تكنولوجي اتاتشمنت. تمام. هاي سبيد كونكشن فور اكسترنال سكندري ستورج يعني انا بيبقى فيه كونكشن غير اليو اس بي. تمام. للسكندري ستورج اللي احنا عارفينها اللي احنا خدناها قبل كده سكندري ستورج زي اليو اس بي مثلا زي اي سكندري ستورج انا هستخدمها. اوكي. ولكن البورت نفسها بتبقى مخصوصه بحيث ان الحاجه تبقى سريعه مش بطيئه. تمام. الميوزيكال انسترومنت طبعا احنا عارفين الميني ديسبلاي بورت اللي هو كونكشن تو لارج مونيتورز عايز اوصل البورت ديت لايه لمونيتور كبيره ماشي. الفيجا اند دي في اي اوكي كونكشنز تو انالوج اند ديجيتال مونيتورز لو هي يعني المونيتور دي ممكن تكون انالوج او ديجيتال ماشي. فاير واير هاي سبيد كونكشن تو فاير واير ديفايسز برضو انا مش مطلوب مني اعرف تفاصيل السبيشالايزد بورتس. تمام. طب الكيبلز تمام هي دي بقى اللي هي هتدخل في البورت يعني used to connect external devices to the system unit via the port. الحاجه اللي هتوصل لي الجهاز بتاعي ايا كان ماشي بالبورت بتاعي. هو مديك بقى اكزامبل على USB HDMI الثندر بولت الايثرنت. تمام.
One end of the cable is attached to the device and the other end has a connector that attached to a matching connector to the board. Power supply. تمام اللي هو computers require direct current زي ما احنا في شايفين في الصورة دوت ماشي هو دوت الباور سبلاي ماشي desktop computers have a power supply unit in the system unit في جزء في system unit هو بيعبارة عن ايه power supply unit تمام اللي هو ايه اللي ها علاقة بان هو هيدخل كهرباء قد ايه للجهاز دوت لان مش كل الاجهزة بتدخل فيها نفس الكمية الكهرباء لان ممكن تحرق الجهاز اوكي اللي احنا بنسميه حتى ايه ادابتر ماشي فايه لابتوب يوز اي سي ادابترز ان ذا سيستم يونت في حاجه اسمها ادابتر احنا بنستخدمها لما نيجي نستخدم اللابتوب بتاعتنا التابلت اند موبايل ديفايسز يوز انترنال اي سي ادابتر حتى الموبايل بتاعك فيه ادابتر ولكن بيبقى انترنال مش اكسترنال السمارت فون كان يوز وايرلس تشارجنج بلاتفورم كمان في طرق ان انت تعمل تشارج ماشي للسمارت فونز بتبقى وايرلس مش بوايرد يعني مش لازم بسلك طيب هنا معانا الكويز ماشي ممكن تحلوا بعض الاسئله دي كده مع نفسكم يعني طبعا ده جزء من الكتاب من قبل كده المفروض ان انتوا تكونوا حلتوه فعلا يعني ولكن يا ريت انا بشدد ان انتوا تقعدوا تحلوا اسئله الكتاب مره تانية وطبعا لازم تقروا البرزنتيشن